هادي باش تعرفت عليه. من بعد جوزنا كان خدام في الشهر الاول، في التالي قال لك ما باش يخدم. من بعد قالت كيقول لي صافي هادي نخدم هادي نخدم، كيكذب عليا. من بعد انا فاش مشيت خدمت رجع كيجي لي الخدمه صافي، قال لي لا ما تخدميش. قلت لي لا باغي نخدم. قال لي قلت لي واخدم نتايا الا ما بيتينش انا نخدم. قال لي لا انت ماش تخدمي وحتى انا ماش نخدم صافي. من بعد بدات المشاكل، من بعد بداو المشاكل، من بعد رفعت عليه دعوه ديال الطلاق. فاش مشيت للجلسه الاولى جا عندي الجلسه الاولى عيط عليا من المحكمه، قال لي ديري عقلك. قال لي علاش ما باغيش ترجعي؟ قلت لي انت اللي خاصك دير عقلك حيت انت اللي ما خدامش. من بعد دخلت للمحكمه قلت لي بسلامه، ودخلت للمحكمه وحضرت الجلسه ديالي. من بعد هو مشى، ومن بعد انا مشيت للدار صيفط لي دري صغير للدار جا عندي قال لي تكلمي العادل. تكلمت ليه تاني واحد جاجي تسوق سلام، فواحد الدرب جي تسوق سلام خاوي تماك ضربني بسميتو بالموس. ما عرفش كي دار لي تماك، في تعدى عليا خسر لي وجهي، ما خلى لي فيه حتى شي حاجه مقاده. ويدي حتى مت مشاو يدي هما اللي طاقيت بهم على عينيا، اما خسر لي وجهي صافي ما خلى فيه والو. كانوا تيجوا لي ديما لا صورتي، قلت انا زعما غادي يقبدوه. واحد النهار طرقوني وهو يدخل عندي واحد فيهم قال لي واش عائلته مرقعه شي شويه لاباس عليهم. قلت له ودي ما عرفت، ممكن يقرا خدامين كاملين كلشي عائلته خدامه. قال لي ويلي يقدروا يعطوك شي 6 مليون هكذاك وتسامحي لي. قلت له ودي انا ما نقدر نسامح لي، انا كبدتي تحركت فيها وبنتي تاهي تشوه عليها وجهها، ما يمكنش وجهها غادي يرجع كي كان. وبنتي انا دابا مهربه وحنا خايفين منه، واحد مازال ما قبدوش. أميمة اللي كانت ضحية ديال العنف من طرف الزوج ديالها توصلنا بها يوم الجمعة بعد موقع على الحادث نهار يوم الأربعاء. فاش دخلنا على الخط كنا كنتسناو أن تدخل شي جمعية اللي كتعنى بحقوق النساء. أنا شفنا ما كاين حتى شي جمعية، قمنا بالبادرة ودخلنا على الخط في هذا الملف هذا. أميمة اليوم راها جات عندنا اليوم لمدينة الدار البيضاء، كنا معاها في مصحة بدر الدكتور بوكيند اللي قامت بالحصة الأولى من لي سوان الوجه ديالها. وهذا الشيء خدات الرونديفو من دابا شهر ان شاء الله. بالنسبه لنا حنا كجمعيه نحمي ولدي لحقوق الطفل، ان هذا الملف هذا حنا تبنيناه ان شاء الله فاش يتم القبض على المتهم اللي هو الان صدر في حقه مذكره بحث. حنا اتصلنا بالناس المسؤولين بمدينه الصويره، ان شاء الله حنا نقدموا لها المساعده القانونيه في مؤازره ديال المحامي الجمعيه وكل ما يتعلق بالشق ديال القانون.